الحياة، فوحدة الدم الواحدة التي يتبرع فيها المواطن تنقذ حياة ثلاثة ريال. وفئة الأطفال، فئة الأطفال بشكل دوري بنمارسها، الهدف منها هو انه زي ما ذكرت لك كل مره نزيد الوعي عند المواطنين، لانه في هدف وضع او وضعت منظمه الصحه العالميه في عام 2020 ان يكون التبرع القوي بالدم سيكون 100%. مش لازم انه يكون لك قريب يحتاج دم عشان تروح تتبرع له، دائما لازم تتبرع بشكل دوري ومستمر بالدم. بيقدر الانسان يتبرع لحد 3 مرات 4 مرات بالسنه بشكل طوعي بدون ما ياثر على صحته او يكون هذا، بالعكس هذا بجدد الخلايا الدم عنده، بيساعده على تحسين صحته وبيساعده نفسيا كمان انه يساهم في انقاذ حياه الناس ويشاركهم في دمه، انه يكون متبرع ويساعدهم في حياتهم في انقاذ حياتهم. نساعد الناس في تبرع الدم، وجينا كمان عشان الماراثون.